السلف الصالح عرفوا لنا التقوى أن يجدك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهى. يعني وين ما قال لك افعل الطاعات بلكيك فيها، بلكيك محافظ عليها، وإذا قال لك ابعد عن الملهيات، ابعد عن الزنا، ابعد عن النار، ابعد عن الخمرة، ابعد عن الطوطو واللوطو والحرام والميسر، بلكيكش هناك، بيفتقدك حيث نهى. إنا وجدناه صابرا، شوف التعبير، وجدناه يعني الله عز وجل اطلع على أيوب فوجده صابرا، نعم العبد إنه أواب. الله عز وجل نظر إلى أيوب فوجده صابرا، وجده في عبادة. أنت الله عز وجل إذا نظر إليك الآن أين يجدك؟ والله طوبى لكم. إذا الله عز وجل نظر إلينا الآن يجدك في المسجد تستمع إلى كلامه، وليس إلى كلام البشر. لا يجدك في لعبة فوتبول ولا كذا، مع كل احترام اللي بيلعب فوتبول مليح، بس من الذي أجره أعظم؟ أنت الآن في المسجد وتستمع كلام الله عز وجل. إنا وجدناه صابرا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يباهي بهم الملائكة. نحن في مجلس الله عز وجل يتحدث الآن مع الملائكة عنا بإذن الله إن شاء الله.